بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عياد. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من التصميم باستخدام سوليد ووركس. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أدوات جديدة من أدوات التصميم، اتكلمنا عن دوم واتكلمنا كمان عن ديفورم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم برضو عن أدوات اللي بتساعدنا في التصميم. نتكلم عن اندنت. اندنت أداة من خلالها بقدر أعمل تعديل على مجسم بمجسم تاني، سواء كنت هعمل للمجسم ده امتداد لسطح او هعمل فيه قطع باداة تانية. الامتداد اللي هعمله او القطع اللي هعمله او الحفر اللي هعمله هيكون واخد نفس شكل المجسم التاني اللي هو الاداة، فهنا لازم بيكون عندي مجسم هيكون هو الهدف بتاعي ومجسم تاني هيكون الاداة اللي هستخدمها. تعال نروح على الاداة بتاعتنا ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. هنروح على insert features indent، هيطلب مني على طول المجسم اللي انا هعمل عليه التعديلات. هنختار المجسم ده وبعد كده هيطلب مني الاداة بتاعتي، هنختار المجسم التاني. عند الخيار الاول keep selection ان انا هحافظ على الاختيار بتاعي، فهنروح هنا ونضيف قيمة. طبعا اقدر ازود او اقلل القيمة هنا للقطاع، فلو مثلا خليت 5 لاحظ التغيير اللي بيحصل، بلاقي الحجم بيقل على حسب ما انا عاوز سواء بالزيادة او النقص. واقدر برضو هنا اقلل الارتفاع او ازوده حسب ما انا عاوز بالشكل ده. تمام، هنقول له اوكي. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي على طول عمل لي زيادة في السطح ده بالقيم اللي حددتها بنفس شكل المجسم التاني. لو خدنا كده سيكشن فيو هيبان عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، او خلينا نعمل هايد للشكل ده هيبان معانا بالشكل ده. وخليته حافظ لي على السطح بتاعي ده اللي عملت عليه الاندنت. تعالى كده نعمل ايديت للفيتشر، خلينا نظهر المجسم التاني ونروح نعمل ايديت للفيتشر، والمرة دي هنختار الخيار التاني ريموف سيليكشن، هنسيب نفس القيم وهنعمل ريموف سيليكشن. المرة دي انا بخليه ما يحافظش على السطح ده فعمل لي ريموف اوكي. هنلاقي ان شكل الحفر بقى من على السطح ده و الامتداد بتاع السطح بالقيم اللي عملتها راح على الناحية التانية. عندي بعد كده خيار تاني، هنروح نعمل edit للفيتشر وهنشوف ايه الخيار التاني اللي معانا. هنختار cut. في cut هنا لو عملنا اوكي هلاقيه عمل لي قطع بالشكل اللي انا حددته ووصلت للشكل اللي انا محتاجه. ايا كان انا محتاج ايه بحدد طبعا مجسم وبعمل بيه تعديل على الشكل التاني اللي انا عايزه، وده كان اندنت. طب هنكتفي النهاردة باندنت، وان شاء الله في الحلقات الجاية نتكلم عن ادوات تانية كتير. يا رب يا جماعة تكون كانت حلقة سهلة كده وبسيطة، ولو في اي مشكلة قابلتكم اكتبها لي في التعليقات او ابعتها لي على الرابط اللي هسيبها لكم في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل مشاركة الفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم محمد عياد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.